الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والمراد بالذكر هو إحياء القلب، لأن مما يحيى به قلب الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فجعل الفرقان بين حياة القلب وموته حصول ذكر الله عز وجل. فمن أعظم ما يمد به القلب في حياته أن يكثر العبد ذكر الله عز وجل. وأكمل مواضع الذكر ما رتبته الشريعة، وأكمل مواضع الذكر ما رتبته الشريعة. والشريعة رتبت دبر الصلوات المفروضة والمتنفل بها أذكارا معينة، فمن أراد حياة قلبه فليحافظ على هذه الأذكار، فإنه يكون من جملة الذاكرين الله كثيرا. فإن العلماء مختلفون في حقيقة اسم الذاكر لله كثيرا، وأحسن الأقوال ما ذهب إليه أبو عمرو بن الصلاح وارتضاه أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم، أن من حافظ على الأذكار الموظفة في اليوم والليلة في مواقعها كان من الذاكرين الله كثيرا. أن من حافظ على الأذكار الموظفة في اليوم والليلة في مواقعها كان من الذاكرين الله كثيرا. فمثلا إذا استيقظ الإنسان قال ذكر الاستيقاظ، وإذا أراد أن يأكل قال ذكر الأكل بدءا وختما، وإذا أراد أن يشرب قاله، وإذا أراد أن ينام قاله، وإذا أصبح قال الأذكار الواردة، وإذا أمسى قال الأذكار الواردة، وإذا عطس قال الذكر الوارد، وإذا دخل الخلاء وخرج منه قال الذكر الوارد. فمن حافظ على الأذكار الموظفة في مواقعها مما يتكرر في اليوم والليلة فهذا مما يرجى أن يكون من الذاكرين الله كثيرا. وإذا حظي العبد بهذه الرتبة وهي ذكر الله كثيرا حصل السبق إلى الله عز وجل. وكما تقدم السبق بالطاعات ماذا يورث العبد؟ السبق يورث العبد السبق في المآلات. وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فمن أعظم ما يفرد به السبق كثرة إذن الله سبحانه وتعالى.